السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. اليوم غادي ندير معكم الحصة السادسة، الذوبان في الماء، من الموضوع الثاني الخلائط والذوبان، من الوحدة الثالثة من كتاب المتعلم والمتعلمة، منهل النشاط العلمي، مستوى الخامس ابتدائي. كنتمنى أنكم تزيدوا تدعموا القناة، واللي باقي ما اشتركش يشترك دابا ويفعل زر الجرس ويساعدنا بواحد اللايك. إذا الحصة ديال اليوم كتخص الذوبان في الماء، لا ديسوليسيون دو لو. الهدفان من هذه الحصة هو أن أبين العوامل التي تؤثر على قابلية ذوبان المادة في الماء، وكذلك العوامل التي تؤثر على سرعة ذوبان المادة في الماء، يعني العوامل اللي كتأثر على القابلية ذوبان في الماء، والعوامل اللي كتأثر على سرعان ذوبان في الماء. مثلا شي عوامل كيسرعوا ذوبان ديال واحد المادة في الماء، مفهوم؟ هادشي كامل غادي نعرفوه من خلال دراسة الأنشطة ديال الصفحتين 39 و40. إذا كما دائما غادي نبداو بالصورة ديال الانطلاق وكذلك بالنص المرافق لها. إذا الصورة توضح كوب حليب بالشوكولاتة، إذا هنايا عندنا واحد الكاس فيه الحليب وفيه الشوكولاتة. إذا نقراو النص. أرادت سميرة إعداد فطور الصباح بالحليب والشوكولاتة. نصحتها أمها بتسخين الحليب وإضافة مسحوق الشوكولاتة وحبوب السكر ثم تحريك الخليط بملعقة. إذا هاد سميرة شنو بغات؟ بغات تصايب واحد الفطور في الصباح بالحليب والشوكولاتة، يعني بغات دير الحليب وفيها الشوكولاتة. ونصحتها الأم ديالها بتسخين الحليب، قالت لها سخن الحليب وإضافة مسحوق الشوكولاتة، يعني غادي تزيد واحد المسحوق ديال الشوكولات وتزيد فيهم حبوب السكر ثم تحريك الخليط بملعقة. من بعد تحرك بالملعقة داك الخليط، مفهوم؟ حتى تحصل على كوب حليب بالشوكولاتة فيه الشوكولاتة وفيه كذلك حبيبات السكر. إذا من خلال الصورة ووضعية الانطلاق، في نظركم ما هو سؤال تقصي الذي سيكون مناسب لهذه الوضعية والذي سنجيب عنه من خلال أتحقق، مفهوم؟ إذا السؤال التقصي اللي ممكن يقترحوه، إذا سؤال التقصي هو كيفية أو كيف يمكن تسريع ذوبان جسم في الماء. جسم في الماء. إذا هذا هو سؤال التقصي اللي ممكن تطرحه، كيف يمكن تسريع ذوبان جسم في الماء، كيفاش نسرع الذوبان ديال واحد الجسم في الماء. داكوغ. إذا الفرضيات كما كنقول لكم دائما، افترضوا أي حاجة تكون إجابة عن سؤال تقصي. إذا الفرضيات هي يمكن اقتراحها على الشكل التالي. إذا الفرضيات، إذا دائما أفترض أن مثلا تحريك الخليط وتسخينه من العوامل التي تسرع عملية أو تسرع نعم ذوبانه في الماء، ذوبانه في الماء، مفهوم؟ إذا الفرضية هي هذه. إذا نفترض أن تحريك الخليط وتسخينه من العوامل التي تسرع ذوبان واحد الجسم في الماء، مفهوم؟ إذا باش نجاوب وباش نتحقق من هذه الفرضية خصني ندرس الأنشطة المقترحة في أتحقق، مفهوم؟ الأنشطة المقترحة في أتحقق. إذا أولا نبدأ بالسؤال الأول. أولا ألف، أحضر 25 غرام من السكر وكأسا بها 50 مليلتر من الماء. إذا الصورة رقم واحد شنو كتوضح؟ كتوضح أنه لدي 25 غرام من السكر وكأس فيه 50 مليلتر ديال الماء، و 25 غرام من الملح وكأسا ثانية بها 50 مليلتر من الماء. الصورة رقم اثنان. الصورة رقم اثنان كتوضح لي 25 غرام من الملح وكأس به 50 مليلتر كذلك من الماء. نعم. إذا أفرغ الملح في الماء والسكر في الماء ثم أحرك الخليطين. إذا غادي نفرغ السكر في هذا الماء وهذا الملح في هذا الماء هذا،
وغادي نحرك، غادي نحرك باستعمال ملعقة ثم سألاحظ. إذا هنا تأثير طبيعة المذاب على قابلية الذوبان. إذا هنا ألاحظ صورتين ثلاثة وأربعة أن السكر، إذا ثلاثة وأربعة هو عندما أضفنا السكر على الماء، والصورة رقم أربعة عندما أضفنا الملح على الماء. إذا هنا وقمنا بالتحريك، إذا أعطانا هذا الخليط هذا، وهنا منين قمنا بالتحريك أعطانا هذا الخليط هذا، داكوغ. إذا ألاحظ الصورتين ثلاثة وأربعة أن السكر، شنو وقع عند السكر؟ إذا ذاب كليا، إذا داك السكر كامل ذاب، ما بقاش كيبان لنا السكر هنايا، وأن الملح باقي جزء مترسب في الكأس أو في قعر الكأس، دونك بقى واحد الجزء مترسب في قعر الكأس. فهم إذا السكر ذاب كليا، ما بقاش كيبان لنا السكر، وهنايا باقي الحبيبات ديال الملح، مفهوم؟ إذا باقي جزء مترسب في الماء. إذا أستنتج أن السكر في الماء من الملح، إذا السكر ذاب أكثر من ماذا؟ أكثر في الماء من الملح. إذا السكر كيدوب في الماء أكثر من الملح. الآن نمر إلى السؤال الموالي، واحد ب: أفرغ 20 غرام من الملح في كأس بها 50 مللتر من الماء البارد. الآن خدينا ماء بارد ودرنا فيه 20 غرام من الملح، 20 غرام من الملح، و20 غرام من الملح في كأس بها 50 مللتر من الماء الساخن. إذا ها هو الصورة هذه كتوضح هاد التجربة. جبنا واحد الكأس فيه ماء بارد وزدنا عليه 20 غرام من الملح، وكذلك جبنا كأس فيه ماء ساخن، دائما الكمية ديال الماء هي نفسها 50 مللتر، وزدنا فيه شنو زدنا فيه؟ 20 غرام عاوتاني ديال الملح، وأحرك الخليطين. من بعد كنحرك داك الخليطين، مفهوم؟ كنحركهم باستعمال ملعقة مثلا. ألاحظ أن الملح هذا كليا في الماء البارد، إذا لم يذوب كليا، ما ذابش كليا في الماء البارد، هو الماء البارد باقي هنايا جزء مترسب في الكأس، مفهوم؟ جزء مترسب في الكأس، إذا في الماء البارد ما ذابش مزيان. بينما ذاب كليا في الماء الساخن، بينما ذاب كليا في الماء الساخن. هنايا منين زدنا 20 غرام في هذا الكأس اللي فيه ماء ساخن، شنو وقع عندك؟ الملح ذاب كليا في الماء الساخن. إذا استنتاج ممكن استنتج، استنتج أن قابلية ذوبان الملح في الماء ماذا؟ تزداد مع درجة الحرارة. إذا القابلية لذوبان الملح في الماء، إذا الملح باش نذوبه في الماء من الأفضل أنه يكون ماء ساخن، إذا كان ماء ساخن كيكون الذوبان أفضل، أما إذا كان ماء بارد كيكون الذوبان أقل. فهم؟ الآن غادي نمرو للسؤال الثاني، 2 ألف: أحضر كأسين بهما الكمية نفسها من الماء. إذا نجيب واحد جوج ديال الكيسان فيهم نفس الكمية ديال الماء، إذا كانت 50 مللتر بجوج بهم غادي يكون 50 مللتر، إذا كانت 60 مللتر غتكون بجوج بهم 60 مللتر، إلى غير ذلك. أضيف للكأسين الكمية نفسها من مسحوق السكر. جبنا مسحوق السكر ونفس الكمية درتها في الكأس الأول ونفس الكمية درتها في الكأس الثاني. أحرك خليط الكأس واحد، إذا الكأس واحد غادي نحرك، داكوغ؟ غادي نحركو باستعمال ملعقة، ولا أحرك خليط الكأس اثنان. بالنسبة لكأس اثنان ما غاديش نخلطو، داكوغ؟ إذا كأس واحد فيه نفس الكمية ديال مسحوق السكر ونفس الكمية ديال الماء، وكذلك بالنسبة للكأس الثاني نفس الكمية ديال السكر وكمية ديال الماء. حركنا الكأس الأول والكأس الثاني ما حركناش، داكوغ؟ الكأس الثاني ما حركناش. إذا ألاحظ أن ذوبان السكر، إذا ذوبان السكر مالو؟ يزداد سرعة مع التحريك، يزداد سرعة مع التحريك. إذا كل ما حركت غادي يكون عندك الذوبان أكثر، داكوغ؟ لأن أنت لاحظتي نفس الكمية ديال السكر ونفس الكمية ديال الماء، وهنا حركنا ومبقاش ترسب ديال السكر، لكن هنا ما حركناش وبقى ترسب ديال كمية من السكر في الكأس. فمروا الآن إلى ثانيا ب: أحضروا 3 كؤوس بها الكمية نفسها من الماء. 3 ديال الكؤوس فيها نفس الكمية ديال الماء. تحتوي الأولى على ماء ساخن، الكأس الأولى فيها ماء ساخن، والثانية على ماء فاتر درجة الحرارة الاعتيادية، يعني درجة الحرارة الاعتيادية ديال الماء اللي كنشربوه، والثالثة على ماء بارد، والثالثة على ماء بارد،
هكا. اذا هنا ماء سخون، هنا ماء فاتر يعني ماء عادي، وهنا ماء بارد. فالان غادي نعرفوا الاسئله المرافقه لهذا النشاط. هذا مرة الصفحه 4، تابعوا معايا. اذا افرغ ملعقه صغيره من السكر في الماء الساخن ثم اشغل الميقت. الميقت هو الكرونو، يعني غنشغل الكرونو باش نشوف الوقت اللي غادي يدوبلي فيه داك السكر او داك الملح، مفهوم؟ اذا احرك ثم اسجل الوقت الذي يستغرقه ذوبان السكر. الصوره رقم 8 باء. اذا غادي نحرك وغادي نشوف باستعمال الميقت الوقت اللي غادي يدوزو الذوبان ديال السكر في كل كأس، مفهوم؟ حنا عندنا ثلاثة ديال الكؤوس، كأس فيه ماء ساخن، كأس فيه ماء فاتر، كأس فيه ماء اللي هو بارد، مفهوم؟ إذا أعيد العملية نفسها بالنسبة للماء الفاتر الصورة جيم، والماء البارد الصورة دال. أملأ الجدول الثاني. إذا هنا مدة الذوبان، عندي غندير المدد الزمنية هنايا، هنا ماء ساخن، ماء فاتر، وماء بارد. إذا حنا عندنا الماء الفاتر هو جيم، والماء البارد هو دال، والماء الساخن هو باء. إذا الماء الساخن شحال دوز باش ذاب السكر فيه؟ لاحظوا هنايا 14.04، نكتبوها 14.04 اس صديق سكوند اللي هي ثانية. ماء فاتر لاحظ 38.01، 38.01 سكوند. نسبة للماء البارد 54.30 سكوند. اذا شنو كتلاحظوا الى قارنتوا المدة ديال الذوبان ديال السكر في كل من الماء الساخن، الماء الفاتر، والماء البارد؟ اذا غادي نملؤوا الفراغات. اذا املأوا الفراغات بما يناسب. اذا ذوبان الملح في الماء الساخن، حنا ما تكلمناش على الملح، نتكلمنا على السكر. داكوغ السكر، مفهوم؟ اذا ذوبان السكر في الماء الساخن ماذا؟ سرعة من ذوبانه في الماء البارد. اذا اكبر سرعة من ذوبانه في الماء البارد. اذا هنا السكر في الماء الساخن فقط دوز 14 ثانية وذاب كليا، لكن في الماء البارد دوز 54.30 سكوند، يعني تقريبا دقيقة حتى ذاب، هي نفس الكمية. اذا ذوبان السكر في الماء الساخن اكبر سرعة من ذوبانه في الماء البارد. الان نمر الى النشاط رقم 2، 2 جيم. أحضر 3 كؤوس بها الكمية نفسها من الماء وقطعة سكر وقليلا من حبوب السكر ومسحوق السكر. إذا غادي ناخذ 3 ديال الكؤوس فيهم نفس الكمية ديال الماء، عاوتاني، وغادي ناخذ قطع ديال السكر، ها هما حبوب السكر، وكذلك مسحوق ديال السكر. داكوغ، دابا هنا هاد الحبوب ديال السكر منين كنطحنهم كيوليو مسحوق السكر. داكوغ، إلا كنتو كتسمعو بسكر كلاسيك كيكون عبارة عن مسحوق. إذا هنا هاد الصور كتوضح لي تأثير حجم الحبيبات على سرعة الذوبان. إذا غادي نلاحظو واش كيأثر هاد الحجم ديال الحبيبات على سرعة الذوبان. إذا أضع قطعة سكر في الكأس الأولى، أشغل الميقت، وأحرك، ثم أسجل مدة ذوبان قطعة السكر في الماء. أعيد نفس التجربة باستعمال ملعقة من حبوب السكر في الكأس الثانية، وملعقة من مسحوق السكر في الكأس الثالثة. إذا هنا ما عندناش صور ديال الكؤوس باش نوضحوا الأمور بشكل دقيق، غادي نديروا فقط تقديرات، لأن التجربة يمكن لكم ديروها في المنزل ديالكم، كذلك يمكن لكم ديروها في القسم باش يعطيكم الميقت التوقيت أو الثواني بشكل دقيق، مفهوم؟ إذا أنا غادي نقترح فقط اقتراحات يمكن أن تكون صحيحة ويمكن أن تكون خاطئة، لأنني ما درت لا تجربة لا والو، مفهوم؟ إذا هنا اللي غادي نعطيكم الاستنتاج من بعد غادي نستنتجو هنا وغادي نملؤوا هاد الفراغات، داكوغ؟ إذا بالنسبة لقطعة السكر، قطعة السكر، إلا جبنا واحد القطعة ديال السكر هادي ودرناها في الماء، داكوغ؟ وحركنا، في نظركم شحال المدة اللي غادي تدوز باش تدوب؟ دونك غادي تدوز أكثر، مثلا ممكن نديرو 70 ثانية، داكوغ؟ 70 ثانية، مفهوم؟ مثلا حبوب السكر باش يذوبوا في الماء افترضوا مثلا 40 ثانية مثلا، مفهوم؟ ومسحوق السكر ممكن يدوز فقط 20 ثانية مثلا، مفهوم؟ اذا احنا افترضنا هاد المدة الزمنية في كل حالة، يعني مدة الذوبان بالنسبة لقطعة السكر، ومدة الذوبان بالنسبة لحبوب السكر،
وكذلك مدة الذوبان بالنسبة لمسحوق السكر. مفهوم؟ الآن غادي نملأ الفراغات. أملأ الفراغات بما يناسب ذوبان حبوب السكر في الماء من ذوبان قطعة السكر. إذا ذوبان ديال الحبوب شنو كتلاحظوا؟ هنا 40 سكوند وهنا 70 سكوند، يعني ذوبان حبوب السكر أسرع من ذوبان قطعة السكر. أسرع، نعم، وأبطأ من ذوبان مسحوق السكر. هنا 40 سكوند وهنا 20 سكوند، يعني هذا كيدوب قبل من هذا، سيتادير أبطأ وأبطأ من ذوبان مسحوق السكر. إذا ذوبان حبوب السكر في الماء أسرع من ذوبان قطعة السكر وأبطأ من ذوبان مسحوق السكر. مفهوم؟ إذا غادي نمروا الآن إلى الملخص. السخلس، إذا تتعلق قابلية ذوبان جسم صلب في الماء بطبيعة المذاب وبدرجة حرارة الخالق. إذا القابلية ديال الذوبان ديال جسم صلب في الماء كتعلق بدرجة الحرارة ديال الخالق، وكذلك بطبيعة المذهب. واش هو صلب بشكل كبير، ولا هو عبارة عن حبيبات، ولا هو مسحوق؟ مفهوم؟ إذا يصبح ذوبان أسرع بتحريك الخليط. إذا إلى حركت الخليط غادي يدوبلي بشكل أسرع. مفهوم؟ أو تسخينه أو استعمال المذهب على شكل حبيبات صغيرة. إذا يصبح ذوبان أسرع. إذا الذوبان كيكون بشكل سريع إلى حركنا الخليط، أو لا إذا سخناه، أو لا إذا استعملنا المذهب على شكل حبيبات او على شكل مسحوق. فهم دونك هنايا غير ترجمه فقط باش ما يكونش الفيديو طويل، ما نقراوش هنايا اون فرونسي. غادي نمروا ديريكتومون للاطباق. اذا اطباق، نبداو بالسؤال الاول. اضع علامه في امام اسرع طريقه لاذابه جسم مذاب في الماء. دونك هنا غادي نشوفوا اسرع طريقه. اذا تجزيء الجسم ووضعه في ماء ساخن. غادي نقطع واحد الجسم وغادي نحطه في ماء ساخن. تجزيء الجسم ووضعه في ماء بارد. تجزيء الجسم ونحطه في ماء بارد، او لا تجزيء الجسم ووضعه في ماء ساخن وتحريكه. اذا هنا تجزيء الجسم ووضعه في ماء ساخن فعلا غادي يسرع الذوبان. تجزيء الجسم ووضعه في ماء البارد، لا، احنا لاحظنا بان الماء البارد راه ما كيساعدش في الذوبان. وتجزيء الجسم ووضعه في ماء ساخن وتحريكه، وقلنا كذلك ان التحريك ها هو، نعم، تحريك بتحريك الخليط يصبح الذوبان اسرع. فهم؟ اذا الاجابه الصحيحه هي الاجابه الثالثه. فهم الإجابة الثالثة. الآن غادي نمرو لكيسيون 2. جو رولي لي زوبيراسيون دو ديسوليسيون اوتيليزي بور بريباري لي سوليسيون سويفونت. دونك غادي نربط هاد لي زوبيراسيون دو ديسوليسيون، يعني ديال الذوبان. حنا عندنا هنايا ميديكامون اون كومبريمي دون لو، دونك جبنا الدواء ودرناه في الماء. سكر دون ان جو، دونك هنايا درنا السكر فين؟ في واحد العصير. كافي دون لو، القهوة في الماء. دونك شنو كيحتاج كل خليط؟ utilisation des granules، استعمال حبيبات. agitation ستادير التحريك. شوفاج ستادير التسخين. شنو في نظركم اللي كيحتاج التسخين؟ هو الكافي دون لو، سو تسخين باش وقع ذوبان القهوة في الماء. اذا ميديكامون اون كومبريمي دون لو، ميديكامون اون كومبريمي دون لو، الدواء في الماء. سو شنو خصو؟ خصو التحريك. داكور، تحريك ستادير لاجيتاسيون. sucre dans un jus، دونك السكر في العصير. خصو خصنا نوتيليزيو دي غرانول، يعني حبيبات. داكور، utilisation دي غرانول. وبهذا غادي نكون كملت الدرس ديال اليوم اللي كان متعلق بالذوبان في الماء ضمن الوحدة الثالثة من كتاب المتعلم والمتعلمة منهل النشاط العلمي. انتظروني في فيديو جديد إن شاء الله. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.